بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. قبل ذلك نوجه الإخوة والأخوات ونذكرهم بتليفون البرنامج، والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، علما بأننا نرغب أن تكون الأسئلة في محيطنا الشرعي وفي هذا الشهر الكريم، وأيضا أن تكون واضحة ومختصرة. على بركة الله نذكر بالتليفون 011-442-83-13 011-442-83-13. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن المراد بالآية وتفسيرها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لكل من آمن وعمل عملا صالحا، لأن الله جل وعلا يمنحه الحياة الطيبة ويجزيه أجره بأحسن ما كان يعمل. والله جل وعلا لا يخلف وعده، فإذا وفى العبد هذا المقتضى المذكور في الآية وفى الله له سبحانه وتعالى ما وعده، آمن وعمل صالحا، آمن بالله سبحانه وتعالى ربا وإلها وخالقا ومعبودا، وعمل صالحا. والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا شرك، والشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ابتداع وإحداث. فإذا تمت هذه الشروط فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات ويرفع الدرجات لعباده المؤمنين، وكرمه لا يحد سبحانه وتعالى ونعمه لا تعد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: الشيخ، ما الفرق بين الإسلام والإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الشروط الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه أركان ظاهرة. والإيمان هو أركان باطنة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ولا بد أن تجتمع أركان الإسلام وأركان الإيمان، فحينئذ يكون العبد مسلما مؤمنا بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد تردده على المسجد؟ يحسن به الظن، ونشهد له بالظاهر، نشهد له بحسب الظاهر، ولا نزكي على الله أحدا. نعم. من أسئلة السائل يا شيخ يقول:
هل اتخاذ الأسباب ينافي التوكل؟ وما حكم ترك الأخذ بالأسباب يا شيخ؟ لا بد من الأمرين، الأخذ بالأسباب النافعة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا يكفي التوكل على الله بدون أخذ للأسباب. الله جل وعلا أمر باتخاذ الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأسباب وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. فلا بد من التوكل على الله، ولا بد من الأخذ بالأسباب النافعة المشروعة، ولا يكفي الاعتماد على واحد دون الآخر. نعم. هذا السائل يا شيخ صالح يقول: الجميع مقبل على العشر الأخيرة من هذا الشهر، وهناك من فرط، بماذا يأخذ هذا الذي فرط يا فضيلة الشيخ، وبماذا تنصحونه؟ نقول: باب التوبة مفتوح، فعليه أن يتوب ويستدرك ما بقي من هذا الشهر، والله سبحانه وتعالى جواد كريم يعفو عن السيئات ويقبل التوبة عن عباده، فلا يقنط من رحمة الله. وإن فرط وأساء فإنه يبادر بالتوبة الصحيحة، والله جل وعلا قريب مجيب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم. هذه امرأة تسأل يا شيخ: عندها ذهب ولا تلبس هذا الذهب طوال السنة، هل عليه زكاة؟ وفي هناك حديث يا شيخ: أتحبين أن يسورك الله بسور من نار؟ نعم، الذهب المعد للاستعمال لا زكاة فيه على الصحيح من قولي العلماء، لأنه مثل الملابس التي تعد للبس، المقتنيات التي تعد للاستعمال، فالذي عليه الجمهور وهو المفتى به هنا أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، ولو لم تلبسه إلا في المناسبات. نعم. محمد من نحاء العسير معه 3 أسئلة، عطنا السؤال أسئلة نأخذها ومن ثم نعرضها على الشيخ، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال الأول محمد. السؤال الأول، الله يحفظك، أنا عندي مال 12,000 ريال، عندي موجود أمانة وفيه زكاة مر عليه الحول، علما أني محتاج الزكاة، فهل أزكيه وأخذها؟ طيب. أم أزكيه وأخرجها عني؟ هذا السؤال الأول. لحظة، طيب يجاوب الشيخ. نعم. عنده مال 12,000 فضيلة الشيخ، وحال عليه الحول. نعم، تجب فيه الزكاة، يخرج منه ربع العشر. نعم. طيب، أنا أخذ زكاة علما أني محتاج، ولكن لدي راتب، ولكني محتاج هذا المال، أخذ الزكاة؟ هو عنده أمانة فضيلة الشيخ، يقول: هل المال هذا لأخت لي عندي، لأخته، ويقول: هل أخذ زكاته أنا؟ إذا لا، زكاته لا تحل لك لأنك وكيل، فإذا وكلتك بإخراج زكاة هذه الوديعة التي عندك من النقود، فإنك تخرجها للفقراء والمساكين ولا تأخذ منها شيئا، لأنك وكيل ومؤتمن، فلا تأخذ لنفسك. نعم. السؤال الثاني يا محمد. ولو أعطيت زوجتي؟ لو أعطى زوجته فضيلة الشيخ وهي فقيرة منه؟ زوجته ينفق عليها، ما يعطيها. نعم. السؤال الثاني يا محمد. السؤال الثاني، متوفي الوالدة ولدي أعمال، هل يجوز لي أن أتصدق منه؟ والدته متوفى فضيلة الشيخ ولديها مال، يقول: هل يجوز لي أن أتصدق منه؟ المال للورثة، مال المتوفى لورثتها، إذا سمحوا فلا بأس، وإذا لم يسمحوا فإن كل واحد يعطى حقه. نعم. السؤال الثالث يا محمد. الثالث، الله يحفظك، عندها 30 من الغنم، ونحن 8 أنفار، 6 أولاد وثنتين بنات، كيف أقسمها يا شيخ الله يحفظك؟ عندها 30 رأس من الغنم. أيوة. نعم. بعدين ونحن 6 أولاد وثنتين بنات،
أولاد. طيب، يقول عندها فضيلة الشيخ 30 رأس من الغنم وعندها 6 أولاد وبنتين. لابد من حصر الإرث في المحكمة، يذهب إلى المحكمة ويأخذ حصر للإرث، تقسم التركة على موجب الحصر. شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، السائق الذي يتردد في الطريق طوال شهر رمضان، هل يفطر وهل يجوز له القصر والجمع؟ نعم، لأنه مسافر يجوز له الإفطار ويجوز له القصر والجمع إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر، ولو تردد معها، لأن عليه مشقة من الصيام وإتمام الصلاة، والله رخص للمسافر مطلقة، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. هذه السائلة تقول: الشيخ، هل لعقوق الوالدين كفارة يا شيخ صالح، أو عمل صالح يكفر عنه؟ إن كان الوالدان حيين فيطلب منهما المسامحة ويحسن إليهما، وإن كان ميتين فإنه يتصدق عنهما ويدعو لهما ويكثر من فعل الطاعات التي يهدي ثوابها لهما. نعم. هذه رسالة وصلتنا يا شيخ، تقول السائلة: عندي جدة تبلغ من العمر 87 سنة، تؤذي أمي وزوجتي بلسانها، وأنا لا أتحمل تصرفات هذه الجدة وأتمنى الموت لها، فأجيبها أحيانا بقسوة وأعاملها بقسوة، ولا أخفيكم بأنني أتمنى في خاطري بأنها ميتة. عليك بالإحسان إليها، لأن الجدة والدة، ويجب البر بالوالدين، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فلا تقس عليها ولا تنهرها بالكلام، واصبر عليها ولك الأجر في ذلك. نعم. وصلتنا أيضا يا شيخ هذه الرسالة، تذكر السائلة بأن لديها والد، تقول: عنده شك ومعاملة قاسية، يعاملني غير أخواتي، ولي أخوات 3، فيعاملني أنا بشدة وشك، ماذا أعمل معه؟ أحسني إليه وعليك بالإحسان إليه والبر به، وسوف تجدين إن شاء الله منه الشفقة والرحمة، ربما أنك تثيرين غضبه فيحصل ما يحصل، فأحسني إليه وترضيه، والله جل وعلا لا يضيع أجرك. نعم. سعد من تبوك، تفضل يا سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. أسعد الله مساكم كل خير، حياك الله. السؤال الأول، السؤال هو: طال عمرك قبل 3 أيام صليت صلاة العشاء مع ناس مع مطوع يصلي التراويح، لكن صلى 3 ركعات سوا بدون تشهد، ماذا علي شو يسوي أنا؟ الإمام صلى بصلاة العشاء 3 ركعات بدون تشهد، ما موقف يا شيخ المأموم؟ عليه أن ينبهه بالتسبيح، ينبهه بالتسبيح، يقول سبحان الله سبحان الله، وإذا ترك التشهد الأول بمعنى أنه قام وشرع في قراءة الفاتحة فإنه يسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام، كله جائز. نعم. السؤال الثاني يا أخ سعد. السؤال الثاني: طال عمرك عندي أسهم اشتريها قبل 4 سنوات واشتريتها غالية والآن خسران فيها، هل عليها زكاة ولا لا؟ يقول عنده أسهم اشتراها منذ 4 سنوات وكانت غالية، الآن نقصت القيمة، هل عليها زكاة يا شيخ؟ إذا كان ينويها للبيع ففيها الزكاة، يثمنها بما تساوي في الوقت الحاضر ويزكيها. نعم. من أسئلة الإخوة الذين بعثوا بها: ماذا على الشيخ الكبير يا شيخ والمريض الذي لا يرجى برؤه من حيث الصيام والصلاة يا فضيلة الشيخ؟
أما الصلاة فيصلي على حسب استطاعته قائما أو قاعدا أو على جنب كما في الحديث. وأما الصيام فإذا كان لا يستطيع الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا، لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء، فإنه يطعم عنه عن كل يوم بمقدار كيلو ونصف من الطعام تجمع وتدفع للفقراء. نعم. يقول السائل: يا شيخ، لماذا يدعو الإنسان ولا يستجاب له؟ هل عنده خلل؟ والآية الكريمة تقول: ادعوني أستجب لكم. ربما يكون عنده خلل، ربما أنه يستعجل ويقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، يترك الدعاء، هذا لا يجوز. عليه أن لا ييأس من رحمة الله ويكثر من الدعاء، والدعاء عبادة عظيمة، وربما أن الله يؤخر الإجابة لصالحه هو، والله أعلم سبحانه وتعالى بمصالحه. المهم أنه يستمر على الدعاء ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله. نعم. أحمد من بريدة، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. بغينا بس نسأل الشيخ عن إخراج الزكاة بالنسبة اللي عنده قرض بنك عقاري وعنده مبلغ وحال عليه الحول، هل يخصم من قيمة الدين حق البنك العقاري يخصم من المبلغ أو لا؟ إخراج الزكاة يا شيخ لمن عنده قرض للبنك العقاري، هل يخصم يا شيخ من هذا القرض إذا كان عليه دين؟ لا، يزكي المال الذي عنده ولو كان عليه ديون، يزكي المال الموجود عنده، يدفع زكاته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، 27 من شهر رمضان تكون ليلة القدر، إذا ثبت بالتحديد هل هي مساء يوم 26 حتى طلوع الفجر أم نفس اليوم حتى طلوع الفجر من اليوم 27؟ والدليل: ليلة القدر أخفاها الله في شهر رمضان فلا يجزم أنها في ليلة معينة، وإنما ترجى في ليلة 27 أكثر من غيرها، تتحرى في ليلة 27 أكثر من غيرها. وأما أنه يجزم أنها هي ليلة القدر فلا، الله جل وعلا أخفاها من أجل أن نجتهد في جميع الشهر. نعم. طيب، يقول: هل الليلة التي أنزل فيها القرآن أنها معناها يا شيخ صالح أنها معلومة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنزل فيها القرآن يعني ابتدي إنزال القرآن، لم ينزل القرآن كله جملة واحدة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل مجزأ على حسب الوقائع والحوادث إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكامل القرآن العظيم، فهي ليلة نوه الله بشأنها، ولكن لا يجزم أنها في ليلة معينة لأن الله أخفاها لأجل أن نجتهد في جميع الشهر وفي جميع العشر الأواخر. نعم. ما أفضل العمل شيخ صالح في والدعاء في هذه الليلة؟ سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيكثر من الدعاء ويكثر من هذه الدعوة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. وردنا هذا السؤال يا شيخ، يقول السائل: اشتريت شقة للسكن وهي تباع بالقسط حتى انتهاء البناء، فدفعت المقدم وأدخر بالبنك باقي ثمن الشقة، فهل تجب الزكاة على المبلغ المدخر؟ نعم، إذا حال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة لأنه ملكك ومالك. نعم. يقول يا شيخ: إعطائي لأخي زكاة المال علما بأنه موظف ولكن الدخل لا يكفي لأسرته. إذا كان كما ذكرت أن دخله لا يكفي لأسرته وهو يعول أسرة فلا مانع، أو هذا طيب، وتعطيه الزكاة مالك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على القريب المحتاج
صدقة وصلة عن صدقتين. نعم. مبارك معنا على الخط، تفضل يا مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. بنسأل الشيخ عن استعمال البخاخ أثناء رمضان. استخدام البخاخ للربو؟ إيه. استخدام البخاخ للربو يؤجله إلى الليل. نعم. فضيلة الشيخ، والدي يقول يعطي كل سنة من الزكاة، يعطي بناته وأخواته وإخوته. بناته لا، ما يجوز أن يدفع زكاته لأولاده من بنات أو بنين، ولا يجوز أن يدفعها لوالده وجده وجدته وأمه، لا تجوز لعمودي النسب، وإنما يدفعها لغير عمودي النسب إذا كانوا فقراء. نعم. الزكاة في الأقارب يا شيخ؟ زكاة في الأقارب طيبة إذا لم يكون من عمودي النسب، وقلنا عمودي النسب لأن الواجب عليه أن ينفق عليهما إذا كان محتاجين، ولا يجعل الزكاة وقاية لماله. نعم. هذا سائل أرسل يقول أصبت بمرض يا شيخ في شعبان الماضي، ولم أستطع الصوم في رمضان، ولا زلت أعاني المرض حتى الآن، وعندما أردت أن أقضي ذلك الشهر صمت 5 أيام فلم أستطع المواصلة نظرا لاشتداد المرض علي. أما القضاء يؤجل إلى أن تستطيع فتقضي، وأما هذا الشهر إذا كنت تستطيع الصيام فإنك تصوم، وإن كنت لا تستطيع للمرض فإنك تفطر وتقضي من أيام أخر كما في القرآن الكريم. نعم. شخص يقول أفطر 25 يوم من رمضان، يقول وهذه الأيام أفطرها من غير عذر، وكان يصلي فقط في البيت، ما عليه الآن؟ مأجورين. عليه التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة مع الجماعة، وعليه أن يقضي الأيام التي عليه من رمضان ولو أنه أفطر متعمدا، يجب عليه التوبة أولا ويجب عليه القضاء ثانيا. نعم. تفضل يا محمد من الرياض. شغل السماعة للشيخ محمد من الرياض. فضيلة الشيخ، امرأة توفيت وعليها صيام، وقد صامت تقول بعض الأيام في شوال وذي الحجة بنية القضاء. نعم. امرأة عليها كان صيام من رمضان وصامت القضاء يا شيخ في شهر شوال وذي الحجة بنية القضاء وبركة هذه الأيام، تقول ما دام نوتها للقضاء تكون للقضاء، تكون للقضاء، وأما أنها تنويها عشر ذي الحجة يعني. نعم. لا، ما هي للقضاء، ما هي بالعشر ذي الحجة، لا تدخل هذا مع هذا. نعم. تفضل يا محمد. ألو، السلام عليكم يا شيخ. ألو. وعليكم السلام. الله. أبغى أسأل الشيخ، إن أنا عقد في امرأة في هذا الشهر الكريم، ولكن اللي عقد لي ولد أخوها، هل يوثق في المحكمة أم من والعقد يعني يعتبر يعني شرعا؟ من الذي عقد لك؟ عقد لي ولد أخوها. أخوها. نعم. يا أخي، نعم. راجع المحكمة في هذا العقد، راجع المحكمة تنظر في هذا العقد هل هو صحيح أو لا. نعم. صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض، فهل يبطل الصوم في مثل هذه الحالة؟ نعم. امرأة صامت وعند الغروب، غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض. إذا كان جاءها الحيض قبل غروب الشمس فإنها تقضي هذا اليوم لأنها لم تكمله. نعم. الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر، ثم صلاها ونام إلى الفطر، هل الصيام صحيح؟ الصيام صحيح إن شاء الله ما دام يستيقظ ويصلي الصلوات التي مرت عليه، الصوم صحيح، ولكن لا يكثر النوم ويضيع وقت رمضان الذي هو وقت العبادة و
وقت ثمين لتلاوة القرآن لذكر الله عز وجل. نعم. هذه السائلة تقول يا شيخ ما حكم الزوجة التي أخطأت في حق زوجها منذ سنوات مضت ثم تابت وأخلصت التوبة ولا هم لها الآن إلا إرضاء الزوج وتربية الأولاد الخمسة، هل تقبل التوبة في رمضان؟ التوبة تقبل، ولكن هذا حق مخلوق لا بد أن يسمح، فتستسمح الزوج، تطلب منه المسامحة. نعم. يقول السائل في ما المراد بالآية الكريمة والتفسير ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات؟ هذا في القبلة، هذا في القبلة في الصلاة. الله جعل للمسلمين توجه إلى الكعبة وهي قبلة إبراهيم عليه السلام، والنصارى يستقبلون المشرق واليهود يستقبلون الصخرة، ولكل قبلة. ولا إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولكن القبلة التي نسخ الله بها ما سبق هي الكعبة المشرفة، فلا يجوز لمسلم إلا أن يستقبل الكعبة المشرفة في صلاته. نعم. أبو محمد معنا على الخط، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السؤال الأول يا أبو محمد، بالنسبة لأذن العشاء ودخلت المسجد جدة فاتتني الركعة الأولى وصليت معهم وسلم الإمام وسلمت معهم، نسيت سلمت معهم، بعدين عدت الصلاة لوحدي. طيب، يقول دخل معهم في صلاة العشاء فاتته الركعة الأولى ولكنه يا شيخ سلم مع الإمام ثم عاد الصلاة بعد ذلك. سلم قبل إتمام الصلاة؟ نعم يا شيخ. كان الواجب عليه أنه يقوم ويأتي بالركعة الفائتة ويسجد للسهو، لكن ما دام أنه عادها كلها نرجو الله يتقبل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بالنسبة للعشر الأواخر من رمضان، هل يوم 23 والـ25 والـ27 والـ27 تحدد فيها ليلة القدر؟ ليلة القدر لم تتحدد لنا ولا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ترجى وهي تحتمل في كل ليالي رمضان، كل ليالي رمضان، من أجل أن نجتهد في كل الليالي ولا نخص ليلة القدر فقط. فمن الله لا يضيع أجر المحسنين، ومع المسلم عليه أن يحافظ على قيام رمضان مع الجماعة ومع المسلمين ويشارك المسلمين، هذه فرصة عظيمة قد لا تمر على الإنسان في حياته مرة ثانية. نعم. فضيلة الشيخ يقول أنا أكتفي في العشر الأواخر في صلاة التراويح، أصليها في بيتي وكذلك القيام، هل لي أجر في ذلك إذا تركت الجماعة؟ لك أجر في ذلك إن شاء الله، ولكن كونك تصلي مع الجماعة في المسجد أفضل وأحسن، لأن هذه شعيرة، صلاة التراويح شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، كونك تشارك الجماعة وتصلي في المسجد أفضل. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن قضاء رمضان، هل هو على الفور أم على التراخي؟ قضاء رمضان على التراخي إلى أن لا يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليك، حينئذ يجب عليك أن تصوم وتقضي الأيام الفائتة قبل دخول رمضان الجديد. نعم. من الأسئلة التي يسأل عنها السائل يا شيخ يقول كنت لا أصلي أولا والآن علي عدة فروض لم أصليها، وبعد توبتي يا شيخ هل أصلي الفروض الفائتة؟ الصحيح أنك تحافظ على الفروض في المستقبل، تتوب إلى الله توبة صحيحة وتحافظ على الصلاة في المستقبل ولا تقضي ما فات. نعم. معنا اتصال فضيلة
محمد من بيشة، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حبيت أستفسر الإيضاح. تفضل. شيخ عن الزكاة. نعم. المقصود بها زكاة، زكاة الفطر، زكاة الأموال. زكاة الفطر أم زكاة المال؟ هي ما هي مقصود الزكاة في أركان الإسلام؟ يقول ما المراد بزكاة الفطر وزكاة المال يا فضيلة الشيخ؟ المراد واضح يا أخي، زكاة المال هذه تجب في المال، وزكاة الفطر تجب على البدن لأنها زكاة للبدن وليست للمال. نعم. يسأل يا شيخ هذا عن الآية في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. المراد بالآية المرور على الصراط، ما أحد من الخلق إلا ويمر على هذا الصراط، فمنهم من ينجو ومنهم من يقع في جهنم والعياذ بالله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ يقول كنت في المقبرة في رمضان في أول جمعة، وقبل أن تأتي الجنازة إلى المقبرة قام الناس بانتظارها قياما حتى تأتي ويصلى عليها، هل هذا فيه شيء؟ ليس فيه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. محمد من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، تفضل يا محمد. أسأل الشيخ الله يحييك. تفضل، الله يحفظك يا شيخ. الله يجزاك خير، أنا مرقد في المستشفى من شهر 8 وإلى حد الآن لازلت مرقد، والدكتور كتب لي خروج اليوم أو بكرة وأنا ما صمت إلى حد الآن، ويقول لي لا تصوم الأيام الجاية، ما تقدر تصوم، ما الحكم؟ الله يجزاك خير يا شيخ. يقول بأنه مرقد في المستشفى من شهر 8 وحتى الآن سمح له الطبيب بالخروج بعد يومين، يقول والآن ماذا أعمل من جهة الصيام لأن الدكتور قال له لا تصوم يا شيخ. إذا كان الصيام يضرك فإنك تؤخر القضاء إلى أن تستطيع تقضيه، والحمد لله المريض له أن يفطر في رمضان. نعم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ إذا أدرك المأموم الإمام ساجداً فهل ينتظر حتى يرفع أو يدخل معه؟ يدخل معه أحسن ليشارك في الأجر، يدخل معه، من جاء والإمام على حال فليكن معه على تلك الحال كما في الأثر، ولا ينتظر ويفوت الأجر. نعم. يقول يا شيخ إذا فاتت الركعة الأولى وأنا أصلي في رمضان أو الثانية مع الجماعة فهل يقرأ القاضي لصلاته سورة مع الفاتحة باعتبارها قضاء لما فات أو يقتصر على قراءة الفاتحة؟ الصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاة المسبوق، فيقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة، هذا هو الصحيح والراجح. نعم. من الأسئلة التي وردت عن رمضان أيضا فضيلة الشيخ، مصلي دخل والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى؟ إن كان يرجو أنه يأتي جماعة أخرى ينتظرهم ويصلونها جماعة، وإن كان ما يعرف أحد ولا يدري هل يأتي أحد أو لا فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي ليحصل على الفضيلة. نعم. طيب معنا هذال على الخط، تفضل يا هذال. ألو، مرحبا. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا هذال. حياك الله أخوي. أنا عندي أبنائي أصحيهم للصلاة وأنبههم وأيقظهم وأروح المسجد وأرجع وهم ما صاحوا الله يهديهم. نعم. فضيلة الشيخ الذال يقول له أبناء يرشدهم إلى الصلاة وإلى العمل الصالح، ولكنه يقول أرجع إلى البيت وأراهم في مكانهم. نعم، هؤلاء في ذمتك إذا كانوا في بيتك، لا تتركهم، لا تذهب إلى المسجد إلا وهم معك مرة مرتين ثم يتعودون، وإذا تلك أحد منهم فاضربه، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لابد. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم، الحديث فيه مقال، ولكن هذا من باب تعظيم الله عز وجل، لأن لا يسأل بوجه الله الأشياء التي قيمتها قليلة، وإنما يسأل بوجه الله الجنة لأنها أغلى شيء. نعم. هذا الأخت السائلة أم مرام تسأل عن يا شيخ فضل سورة البقرة وقراءة سورة البقرة يوميا في البيت، ماذا فيه؟ قراءتها يوميا لا دليل عليه، ولكن تقرأ في البيت على حسب الاستطاعة وعلى حسب ما يتيسر، الحمد لله شيء طيب. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت يقول عند دعاء الفطر هل يجوز الزيادة عليه، وما أفضل دعاء عند الفطر؟ لم يثبت دعاء عند الفطر خاص، ولكن المسلم يجتهد، يسأل الله المغفرة، يسأل الله العفو والعافية، وهو مظنة الإجابة، هذا الوقت مظنة الإجابة. نعم، تفضل يا محمد من أملج، له سؤالان. نعم، تفضل. نعم، السؤال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال الأول عن الزكاة طال عمرك. تفضل. أعطيها عيال الأخ اليتامى. الزكاة هل تعطى لأولاد الأخ اليتامى؟ أيوه. نعم، إذا كانوا محتاجين وفقراء تعطى لهم. نعم. والصلاة، صلاة العشاء، وجيت والناس داخلين بالتراويح أصلي معه العشاء. إذا جاء والناس يصلون صلاة العشاء ودخل معهم يا فضيلة الشيخ، يصلون التراويح ودخل معهم بنية العشاء. نعم، لا بأس، يكمل إذا سلم الإمام، يقوم يكمل صلاة العشاء. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول بالنسبة لختم القرآن في رمضان في صلاة التراويح، هل هو واجب أم أقرأ ما تيسر؟ هو إمام. نعم، إيه، الإمام يسمع المأمومين القرآن كله من أول، وليس هذا بصعب، والحمد لله إذا رتب القراءة من أول الشهر ليس بصعب أنه يكمل القرآن، يحتسب الأجر ولا يحرم المصلين من سماع القرآن كله. نعم، أحسن الله إليكم. هل تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل يا شيخ، والمتنفل خلف المفترض؟ كلاهما يجوز والحمد لله. نعم، من الأسئلة التي وردت فضيلة الشيخ يقول بالنسبة للختمة التي تكون في آخر رمضان، هل ورد شيء من السلف عن اجتماع الناس والدعاء في ذلك؟ نعم، كان السلف يجتمعون عند قارئ القرآن عند ختمه يؤمنون على دعائه، وكانوا يدعو بعضهم بعضا لحضور ختم القرآن، لحضور دعاء ختم القرآن، لأنه مظنة الإجابة. نعم، أحمد من المدينة معنا على الخط، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ صالح؟ طيب، الله يحييك، تفضل سؤالك. أحمد، أنا اسمه موظف في مدينة العيد، تبع المدينة تقريبا تبعد 100 كيلو، هل يجوز لي أني أجمع العصر؟ كم كيلو تبعد؟ 100 كيلو يا شيخ. تبعد 100 كيلو، هل يجوز لي أن أجمع الظهر والعصر معا قصرا؟ نعم، يبعد عن منزله فضيلة الشيخ في وظيفته 100 كيلو، يقول هل لي أن أجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ ليس الاعتبار المنزل يا أخي، الاعتبار الخروج من المباني، عامر البلد يبدأ المسافة من الخروج من عامر البلد، أما ما دام في البلد فلا يحتسب هذا من المسافة، فإذا كان بين عامر البلد وبين محل عمله 80 كيلو فأكثر فهذا مسافة قصر، وإن كان أقل فلا. نعم، أيضا من الأسئلة التي ترد يا شيخ، الموظفين والمبتعثين والدارسين في الخارج بالنسبة للصوم والصلاة هل لهم الجمع؟ لا، هذولا مقيمون، لأن انقطع سفرهم بالإقامة الطويلة، يدرسون ربما يأخذون سنين ويستأجرون بيوت أو يشترون بيوت، كيف يقال إنهم مسافرون؟
عليهم ما على المقيمين من الصيام في رمضان وإتمام الصلاة فأنهم مقيمون. نعم. هذا يقول يا شيخ صالح ما قولكم حفظكم الله في شخص مسلم توقف عن التدخين خوفا على صحته بعد أن أخبره الأطباء بأنه قد يصاب بالسرطان، حيث قال هذا الشخص لولا خوفي من المرض لما توقفت عن التدخين. هذا ليس له أجر في ذلك، لكن توقفه عن التدخين محافظة على صحته، وهو مسؤول عن صحته، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فنرجو له الأجر إن شاء الله، لأنه ترك التدخين محافظة على صحته، والله جل وعلا أمره بالمحافظة على صحته، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. عبد الرحمن متصل الأخير من عسير، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي الوالدة موقف أغنام. الوالدة؟ أيوة، أن الذكر يذبح ويوزع لحم والأنثى تربى، وهو عايش بس إنه مقعد، والحين عجزنا في تربيتنا يعني ما قدرنا نربيها، فأنا أريد أبيعها وأيديها في جمعية تحفيظ القرآن ووقف، هل هذا جائز؟ وشو أعد السؤال؟ سؤالك السؤال هي أغنام وقفنا الوالد الذكر يذبح ويوزع اللحم، نعم، الفقراء، نعم، والأنثى تربى، ولكن عجزنا عن تربيتها وهو موجود مقعد، فأنا أريد أبيعها وأوقفها في الأوقاف جمعية تحفيظ القرآن، هل جائز هذا؟ نعم الشيخ. يقول عنده أغنام لوالده فضيلة الشيخ، والوالد مقعد ويريد أن يوزع لحم هذه الأغنام على الفقراء وجمعيات الخيرية فضيلة الشيخ. هذا شيء طيب، ينفذ هذا وله الأجر في ذلك، هذه صدقة، هذه تعتبر من الصدقة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، جزا الله الشيخ خير الجزاء ورفع ذكره في الدارين. شكرا لفريق العمل من المخرجين والمصورين والفنيين، هذا الزملاء يتمنون لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.